معظم شركات مصر دلوقتي بقت فلوسها غالبا بتعدي على البنوك، رجال الاعمال بقى يحط كل فلوسهم في بنوك. فانا شغال مثلا في شركه فيها مخزن، الشركه مجال شغلها حلال، هل الفلوس اللي انا بقبضها؟ لا انت ما عليك اي مشكله، الدوله كلها كده، كل الوزارات، اي موظف حكومي، اي موظف في الدوله وزارته تودع عملها في البنوك، اليس كذلك؟ ايوه خلاص. لكن انت نفسك تمارس عملا حلالا ام تمارس عملا محرما؟ لا، عمل حلال الحمد لله. هم اسمهم على انفسهم.